وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت كانت تسول على أن واحد السيدة عندها ولدها في حدود 29 سنة، 29 سنة، لما كتناقش معاه، أي الأم كتناقش مع ولدها شي موضوع من المواضيع، ولا يستحي منها ولا يحترمها ولا يوقرها ولا يبر بها، بل يقول لها أنت منافقة. الكلام تيقولوه لأمه، أعوذ بالله من هذا الكلام. فهذا يعني عقوق، والعقوق من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما للصحابة: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقالوا بلى. فعد النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب العقوق، عقوق الوالدين، وهي معصية الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا التربية في القرآن الكريم في مثل قول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف، كلمة أف شحال من كلمة فيها، شحال من حرف فيها في هذه الكلمة؟ في جوج حروف ألف والفاء. قال العلماء والمفسرون: لو كان هناك شيء أقل من كلمة أف لذكرها القرآن الكريم، فلا تقل لهما أف، فضلا عن أن تقول أنت منافقة. إذا قال الإنسان لإنسان آخر، إذا قال الإنسان لمسلم يا منافق أو يا عدو الله أو يا يهودي أو يا كافر، تلك الكلمة تصعد إلى السماء، كتمشي للديوان ديالك الإنسان اللي تقلت عليه. إذا ما لقاتش أنه ماشي منافق، ماشي كافر، ما هو بكافر، ما هو بعدو الله، تحار على قائلها، تتولي ترجع على ذاك اللي قال. كلما قال هذا الابن العاق لأمه، أسأل الله أن يهديه، كلما قال لها أنت منافقة، إلا وهو كي يوصف نفسه بأنه منافق. هذا حديث، وبالتالي أن هذا من العقوق. والعاق لأبويه لا يدخل الجنة، لأن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، هذا حديث. فأيما إنسان لم ترضى عنه أمه، أو لم يرضى عنه رب، أو لم يرضى عنه أبوه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه ولن يرضى عنه أبدا. فإذا رضي الأبوان على الأبناء رضي الله عنهم، رضي الله عنه، وإذا سخط الأبوان على الابن سخط الله عنه. صح. إذن لا فليتق الله سبحانه وتعالى هذا الرجل. فبدلا من أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره وأن يعتقد بأن هذه نعمة من الله، نعمة الأم في البيت، بدل من أن يحمد الله على ذلك ويشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، فإذا هو يعصي أمه. ثم كذلك أن العقوق، عقوق الوالدين، ما هو سلف، غير كيسلف وغادي غادي يرد بالسلف، غادي يرد بالمثل، راه باقي الايام وراه غادي يرزق لي الله سبحانه وتعالى الابناء، ولا راه غادي يردوا ليه بالمثل، لان الجزاء من جنس العمل. يعني هذا لا ينبغي ان يكون. الا جاب الله غير غيرت الام، ما تغيرت من الخاطر ديالها ومن القلب ديالها، راه هذا يعني ستصيبه فتنه في حياته. فليتق الله سبحانه وتعالى وليستسمح امه. فالجنه كانت تحت رضا الأم، والنار كانت تحت يعني غضب الأم. فالوالدان جنة، جنة ونار للأبناء. اللي عصى والديه فالنار له والعياذ بالله، واللي طعهم فالجنة له، والله أعلم.